جديده من برنامج سفرة تالي. النهارده حلقه تزيين ان شاء الله، وهنعمل النهارده كيكه بقالنا كتير قوي ما عملناهاش، هي كيكه الحلاوه الطحينيه. هيكون معايا برضو ان شاء الله ضيفه شيرين، وهتقدم حاجتين ان شاء الله يعجبوكوا، وهنعرف فيهم حاجات جديده برضو وتكات جديده ان شاء الله. طيب كيكه الحلاوه الطحينيه ما تتخضوش، مش معنى انها بالحلاوه الطحينيه بمعناها انها بتقل الحلاوه الطحينيه، لا هي بس بتبقى بنكهتها وطعم مختلف عن التقليدي اللي احنا متعودين عليه. زي ما مثلا في كيكه البقسماط، بدل الدقيق الابيض بتتعمل بالبقسماط، بيبقى طعمها حلو قوي قوي قوي. فبتبقى تكات وحاجات مختلفه نتعلمها برضو وندوقها كاختلاف. طيب احنا لمقادير كيكه الحلاوه الطحينيه معانا 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، نص كوبايه سكر يعني 100 جرام، كوبايه زبده سايله يعني 200 جرام، 300 جرام حلاوه طحينيه مفتتينها، معانا 2.5 كوباية دقيق يعني 300 جرام، معلقتين كبار كاكاو خام حسب الرغبة، عشان لو عايزين تعملوها جزء بفانيليا او بطعم الحلاوة الطحينية بس، وجزء تاني بيبقى زي الماربل بالكاكاو. معانا 1/2 باكو بيكنج باودر، رشة ملح، وللتزيين بقى طبعا حركات بقى اللي تليق على ايه الحلاوة الطحينية، زي العسل الاسود، القشطة، لو الكريمة، لو سمسم، بندق، شوية حركات. تمام. طيب احنا اول حاجة، انا بس عايزة اسيح الزبدة اللي معايا علشان الوصفة ما تبقاش متماسكة معايا قوي، يعني تبقى طرية شوية، فبسيح الزبدة. مش كل الوصفات زي بعض، يعني في وصفات ينفع فيها ان احنا نسيح الزبدة، وفي وصفات ما ينفعش ان احنا نسيح فيها الزبدة، فحسب ما بقول لكم يعني الوصفة دي ينفع ان احنا نسيح فيها الزبدة. تمام. هنبتدي بعد كده ان احنا هنضرب السكر والبيض والحلاوة الطحينية والزبدة، بس انا مستنية الاول، انا عايزة انزل الاول الزبدة عشان مش عايزاها سخنة قوي. نضربها، وممكن في الاول برضو الزبدة مع الحلاوة الطحينية، يعني مش البيض والسكر الاول، ممكن الزبدة مع الحلاوة الطحينية يفكوا بعض، وبعدين ننزل فيهم السكر والبيض واحدة واحدة. مش هيتسخن قوي، انا بس يدوبك ازاي هتبقى ايه يعني دايبه معايا. خلاص هشيلها كده من على النار، مش محتاجين اكتر من كده. وهبتدي بقى اخد الكميه دي ونحطها في الوعاء او في بوله عاديه جدا، وانتوا ضربوها بمضرب سلك، يعني مش لازم في جهاز، ممكن في مضرب سلك، بمضرب سلك عادي جدا. هنزل معاها السكر او الحلاوة الطحينية على طول اهو، ونبتدي ان احنا نضرب. معانا تليفون. واحد. الو. ايوه يا سالي. اهلا اهلا. ازيك يا سالي، وحشتيني، واخيرا وصلت لك يا سالي. حبيبتي اهلا. والله يا سالي ربنا يخليكي وربنا يبارك لك يا سالي في المعلومات اللي انت بتديها لنا، وفي المصداقيه بتاعتك، ان كل حاجه بتعمليها يا سالي انت بصراحه حاجه جميله في حياتنا والله يا سالي. حبيبتي تسلمي لي يا رب. يا رب يخليك وربنا يبارك لك في اولادك، ويبارك لك يا رب
في مانك ودايما متقلصه، ويزيدك من علم يا سالي، لان انت غيرت حياتنا، غيرت كتير، غيرت حاجات كتير حياتي والله. حبيبتي يعني ليا الشرف دي والله. انا سعيده ان انا اخيرا وصلت لك يا سالي وبكلمك. انا اللي سعيده جدا والله. بصي يا سالي، انا بصي نسيت الاول ساعه ما طبعا كنت متابعه معاكي الاول على 10 خطوات، وكنت بكلمك، وبعد كده خسيت شويه وجيت وزني ثبت على 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 وزن معين، وحسيت ان انا ايه زي ما انت قلتي قبل كده ان انت ممكن تكون كتله عضليه. صح لو مش غلط. بس ثابته يا سالي، يعني ماشيه بس ثابته ما بخسش. ده قد ايه وماشي لسه على طبعا 7 خطوات دلوقتي، وبقى لك قد ايه ثابته؟ اديلي قلت لك اديلي حوالي سنه. بقالك سنه. طيب معلش اقدر اعرف وزنك وسنك؟ بصي انا وزني انا ما وزنتش بصراحه دي لفتره. طيب حاسه منين انك ثابته؟ بصي كنت معلش انا اسفه، كنت الشهر اللي فات وزنت لقيت نفس الوزن اللي انا بيه من السنه اللي فاتت. تمام. وماشيه على 7 خطوات صح فعلا بالليل بتنامي على معده فاضيه؟ وبعمل جيم 3 ايام عشان انا احاول ان انا انزل بسرعه، برضو الاقي مثلا كيلو وبعد كده خلاص ثابته على زي ما انا. طيب عمرك قد ايه؟ انا 47 سنه. طيب هقول لك على حاجه دلوقتي. الجسم بيتعود على نمط معين اوقات، ده طبيعي صح؟ انا عايزاكي تعملي حاجتين، عايزاكي تزودي من اكل السمك، خلاص الاسماك بتساعد على رفع الحرق، وعايزاكي تعملي تاني تحليل على الغده الدرقيه تشوفي اذا كانت كل حاجه تمام معاكي ولا لا، مع انك تحاولي بقى دي الثالثه بس بزياده، يعني دي حاجه زياده لو تقدري تعمليها عشان مع السن دايما الجسم الكتله زي ما قلنا العضليه بتقل، فعشان تحافظي عليها وما تقلش بالعكس تزيد، حاولي تعملي اي نشاط رياضي زي المشي السريع لمده. بمشي يا تالي على قطع كلامك، بمشي. حلو جدا. على فكره وبتحرك كتير جدا. تمام. وقبل كده برضو كنت بعمل اللي هي بتاع الزومبا. طيب ممكن اعرف وزنك كان كام لما وزنتيه اخر مره؟ بصي انا وزني كان 115. تمام. وصلت ل 94 وثبت على كده، 95 يا سالي وثبت على كده. ماشي على شرايح الخبز بتاكليها بدل العيش؟ ماشي على الخبز المزه الجميل بتاعي. طيب حلو يا حبيبتي. لا يبقى انا عايزاكي تعملي تحليل الغده الدرقيه عشان نقدر نشوف المشكله فين، لان وهرمونات عامه الجسم. نشوف تابعي مع دكتور، روحي اعملي كشف على الهرمونات علشان النظام 7 خطوات لازم بينزلك عن الوزن ده كتير، يعني مش بس بتنزلي من 100 وشويه لحاجه و90، لا انت لو ماشيه على 7 خطوات مستريح في سنه تنزلي لك 40 كيلو. فلو جسمك وهرموناتك مظبوطه وملوش دعوه بالسن، لو احنا ماشيين صح ان شاء الله ممكن توصل ل 40 كيلو في السنه، حسب ايه انت ماشيه صح ولا لا، والهرمونات ماشيه صح مظبوطه ولا لا. تمام. وبتنزلي بشكل صحي جدا، فانك لسه نزلتي بس الحبه دول وسبت بالك سنه يبقى في خلل، مشكله في حته. تمام. مش ممكن تكوني اتفرجي تاني برضو على 7 خطوات، يمكن يكون في حته معينه في النظام اللي بتعمليه وقع منك او مش فاهماه صح، اتفرجي تاني واعملي التحليل، مهم جدا. معانا تليفون تاني. الو الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيكي شيف سالي. ايوه اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي. ربنا يخليكي، انا فرحانه قوي والله ان انا كلمت حضرتك. حبيبتي تسلمي لي يا رب، اتفضلي. ربنا يخليكي. والله انا برضو انا خسيت، يعني خسيت حوالي 12 كيلو. تمام. يعني لا برضو ماشي على نفس، بتفرج كتير قوي على 7 خطوات على النت وكده، وبتفرج على حضرتك على طول. بس يعني هو في مشكله، انا برضه بقالي حوالي 2 او 3 شهور كل ما اوزن نفسي، انا بوزن نفسي الصبح اول ما بصحى كل يوم بوزن نفسي.
حاسه ان انا ثابته بقى لي شهرين، يعني شهرين كده ثابته. ما طيب معلش اعرف برضو وزنك وطولك وسنك. انا اول ما عملت الدايت كنت 93. 93 تمام. دلوقتي دلوقتي بقيت 91. 91 ايوه. انت اول ما ابتديتي 93 بقيت سوري 81. لا 81 معلش انا متلخبطه شويه. نزلتي بقيتي 81. ايوه. وطولك كام؟ طولي 165. 165 وسنك؟ مني 37 سنة. 37 سنة تمام. انت كسن المفروض ان انت لا الحرق تمام جدا، الا لو عندك مشكلة في الغدة الدرقية برضو. هل عندك اعراض مثلا بتنامي كتير؟ لا والله انا متعودة بصحى فجري بدري، يعني بصلي الفجر كمان بصحى بدري مع اولادي وكده. او كسل، بتحسي بكسل، تعب، ارهاق كتير؟ لا هو انا يعني انا يعني عندي بس خشونة في رجليا وهي اللي عاملة لي مشكلة. لا الخشونه ملهاش علاقه بالحرق. طيب يعني انت تمام، ما عندكيش تعب، ما عندكيش ارهاق، كل ده تمام معاكي، نشاطك عادي، ما فيش اي مشكله في الحاجات دي، وبتنامي عادي. هي بقى رجلي اللي بتبقى الماني شويه، فالكسل ده بيبقى من رجليا، يعني بحاول ان انا اريح لان رجلي بتبقى وجعاني. لا التريح ده بسبب حاجه تانية، مش عشان قله نشاط عندك، عشان ركبك او عشان رجلك. تمام دي حاجه تانية. طيب انا عايزاكي تعملي رجيم الثلاث ايام السحري، عملتيه قبل كده؟ اعملي رجيم الثلاث ايام السحري دوت، لانه بيروح كاسر النظام، يعني هو بالذات الاولاني اللي هو بالاسماك ده بيكسر النظام وبيدي دفعه جامده جدا للحرق فظيعه، زي كان احنا ماشيين على نظام اللي هو 7 خطوات. المفروض 7 خطوات زي ما بقول بتنزل محترم جدا تمام، لو احنا ماشيين عليها وبتظبط الصحه جدا وخشونه، كل الحاجات دي بتتظبط تمام. لما بتعملي بقى رجيم الثلاث ايام السحري بيبقى زي توربو بقى، بيشغل الدنيا بسرعه جدا، بيشغل وبعدين نرجع تاني 7 خطوات عشان ايه ما ننزلش في الوزن، نكمل ننزل بشويش، وبعدين تاني ثلاث خطوات، تاني رجيم الثلاث ايام السحري، وتاني نرجع تاني نحرق تاني كده. هو النظام واحده واحده بيساعد بعض، كله بيساعد بعض على النزول، وفي نفس الوقت ما نزيدش تاني، وعلى الشبع وعلى الصحه احسن كل حاجه تمام. طيب طب احنا معانا تليفون تاني، مش ملحق ابتدي الوصفه. الو الو. ايوه اهلا وسهلا. ايوه صباح الخير يا بنتي. صباح النور، اهلا بحضرتك. انا محتاجه معلش نصيحتك في ان انا سبت عندي 64. تمام معلش حضرتك، حاولي تكلمينا تاني. طيب احنا نكمل الوصفة. احنا حطينا اول حاجة الزبدة السايلة والسكر والحلاوة الطحينية المفتتة، هبتدي اضربها. زي ما قلت مش لازم معانا جهاز، احنا ممكن جدا بدون جهاز نضرب كل ده خلاص. الطريقة دي بس بتسهل معانا شوية، لما الزبدة تكون سايلة ودافية شوية وعليها الحلاوة الطحينية وعليها السكر، هتلاقوا انها ايه دوبت لي شويه الحلاوه الطحينيه بشكل احسن. بعد كده بنزل فيها البيض واحده واحده، وما يكونش ساقع، يكون بقى درجه حراره الغرفه تمام. احنا واضح ان التليفون رجع. الو الو. ايوه اهلا 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 يا سيدي، ازيك؟ تمام اهلا بيك يا حبيبتي. شوفي انا بحبك جدا جدا وماشيه على وصفاتك كلها، والعيش المسبق انا مش بستغنى عنه ابدا ابدا، ومتابعه كل وصفاتك بصراحه، وعامله ال 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 السبع خطوات يعني رجيم حياه، مش رجيم لا هو نظام حياه زي ما انت قلتي كده. بس انا كنت عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا بعت لك على الصفحه كتير قوي على حاجه عرفتها اسمها التلبينه. التلبينه دي مطحون مسحوق الشعير، او يعني شعير مطحون، فبيقولوا ان هي حلوه جدا جدا وفوائدها عاليه قوي، فانا كنت عايزه حضرتك تبحثي لنا فيها عشان مثلا ندفع على العيش المشبع، او نشربها ازاي. هي بتعادل الشوفان بالعكس، بل سعراتها الحراريه اقل من الشوفان بكثير. اللي هي ايه؟ انا سمعت صح التلبينه؟ اسمها التلبينه. اللي هي من الشعير. من دي شعير تمام. فيا ريت طبعا انا هاخد الاوكي منك انت، يعني انا بحثت عنها وشفتها على النت، فوائدها عاليه وسعراتها بسيطه جدا،
لكن برضه هاخد اوكي من حضرتك ان احنا ندفع العيش المشبع. لا هو مفيش مانع انك تعملي تلبينه بس تاخديها الصبح ويبقى هي وجبه. طيب ادفع على العيش المشبع؟ لا تبقى دي مكان دي فندم، دي مكان دي مش معاها، دي مكان دي تلبينا مكان شرايح الخبز والمشبع. يعني ما عملش مثلا كوبايه شوفان مطحون مع كوبايه تلبينا مطحونه؟ لا يا دي يا دي، او يبقى كميه بس تبقى كميه صغيره لو الاثنين مع بعض عشان تحسب كنشويات، تبقى كميه صغيره بمقدار 3 ل4 شرايح خبز مشبع. كل ما بنزود في النشويات مهما كانت صحيه كل ما برضو ممكن تعلي معانا سكر الدم، فاحنا دايما ناخد المقدار اللي يبقى يشبع وصحي معانا وما يرفعش معانا سكر الدم. تمام. طيب انا بشكركم على المكالمات، انا ما لحقتش اعمل الوصفه، احنا نروح لفاصل دلوقتي ونرجع اعيد معاكم الاول الوصفه تاني بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، وهنكمل دلوقتي مع بعض الكيكه، هنعيد مع بعض عملنا ايه للكيكه الحلاوه الطحينيه. اول حاجه حطينا الزبده السايله وبعدين حطينا عليه السكر والحلاوه الطحينيه المفتته، ضربناها فبقت كريمي اكتر، وبعدين بنحط عليها البيض واحده واحده. احنا ننزل برضو المقادير تاني على الشاشه عشان نقدر ان احنا نشوف المقادير للناس اللي ما لحقتش قبل الفاصل تشوف مقادير كيكه الحلاوه الطحينيه. طبعا البيض ما يكونش ساقع. خلاص يبقى اول حاجه حطيناها زبده سايله تبقى دافيه كده، فبتساعد على ان ايه الحلاوه الطحينيه مع السكر يدوبوا كده ويبقوا كريمي. بعد كده حطينا البيض بيضه بيضه اهو، ده كده احسن عن لما نضرب الاول في الوصفه دي بالذات عن لما نضرب البيض والسكر الاول. خلاص بعد كده هحط الكاكاو، لو حابين انها تبقى فيها كاكاو ممكن تعملوا جزء جزء، ما يتحطش الكاكاو دلوقتي، يتعمل جزء جزء. الاول نحط الدقيق والبيكنج باودر وبنقسم بعد كده جزء يبقى فيه الكاكاو. خلينا نعملها جزء جزء عشان برضو نشوف، وما ننساش رشة الملح. تمام ننزل بقى عليه الدقيق، نكون مسخنين الفرن على 180 درجة، دايما بنسخن على 180 درجه الفرن قبلها، يعني قبل ما ندخل الكيكه بربع ساعه علشان ناكد ان الحراره خلاص اختلطت حلو قوي معانا في الفرن. تمام هي قوامها تقيل شويه. طيب هنبتدي بقى ناخد اللي خلص معانا ده، نجيب قالب هننزل كله، نحاول على قد ما نقدر ما نسيبش حاجه في الجهاز عشان كل اللازق ده اصلا يكفي نص كيكه. تمام طبعا انتوا في البيت بقى واحده واحده اكتر عشان ايه بتاخد وقت. هنبتدي بقى ان احنا ننزل الكميه دي، هي قوامها تقيل شويه، حطيت شويه صغيرين جدا من الدقيق علشان ايه الجزء التاني هعمله بالكاكاو، فايه يبقى في جزء معانا بالكاكاو ما يتقلش قوي. شايفين قوامها عامل ازاي؟ طبعا يكون القالب مدهون، يا ريت بقى قالب ما يوصلش الحراره بسرعه، الومنيوم احسن حاجه، الومنيوم احسن حاجه. خلاص دي بقى بقيه الكميه اللي معايا احط عليها شويه كاكاو علشان ايه تبقى لون تاني. معانا تليفون، طب معلش حاولي تكلمينا تاني.
معانا تليفون تاني. الو، تمام. ننزل بقى كده في النص عشان نفرقها. شكلها شوفوا كيكه كانها حلاوه طحينيه معانا، بيبقى شكلها كده من جوه بالظبط، اللي بالكاكاو او الساده. نفرقها بس كده بقى، مش هلخبطهم في بعض عشان يدينا اللون برضو الماربل بالشكل ده. معانا تليفون. الو، عليكم. ايوه، عليكم السلام. اهلا وسهلا، ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ تمام الحمد لله يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا اول مره اكلم حضرتك، مبسوطه جدا ان انا كلمت حضرتك النهارده. تسلمي لي يا حبيبتي، نوراني، اتفضلي. حضرتك عايزه عمل الزلابيا والحاجات اللي هي السكريات، زي الزلابيا والجلاش والحاجات دي. طيب تابعينا، احنا على طول بنعمل حاجات. انا على طول بفرج على حضرتك وعلى طول متابعه حضرتك. طيب ان شاء الله الفتره اللي جايه هركز على اني اعمل الزلابيا والجلاش. شكرا على المكالمه يا حبيبتي. بصوا بقى، في حاجه مهمه بس عايزه اقولها، الكيكه دي عشان تقيله يفضل ما نعديش ابدا 180، يعني كل ما كان ان احنا نكون اقل من 180 يكون احسن، عشان تاخد راحتها في انها توصل الحراره، ما تتحرقش مننا، احنا مش عايزينها تتحرق. تمام، يبقى في قالب الومنيوم افضل. تمام، تاني حاجه الحراره ما تبقاش عاليه، يعني لو احنا عملناها غمينا على 160 واستنينا شويه اطول احسن، عشان ما تتلسعش من الاطراف وتبقى من جوه طريه معانا. تمام، ندخلها بقى كده ونبتدي بقى نزين بالتزيين اللي يليق بيها، زي القشطه، زي العسل الاسود، زي المكسرات، كل الحاجات دي هتبقى اليق معانا. تمام، طيب احنا هنروح لفاصل الاول وبعدين نرجع نعمل التزيين بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معانا من الفاصل، ودلوقتي هنكمل بقى تزيين الكيكه، كيكه الحلاوه الطحينيه. احنا عندنا شكل اللي هو كده قالب مستطيل وشكل المدور. ممكن بقى نعمل حركه كده، لقيت دعاء داخلالي في الفاصل بتقول لي القشطه اللي هي العلب، قالت لي طب ايه تفتكري، ايه لو احنا خلطنا القشطه مع العسل الاسود هتعمل نتيجه عامله ازاي؟ فرحنا مجربين شويه هنا في بول على جنب، ولقينا ان طعمها طلع حلو جدا اهي. يعني احنا خلطنا دي ودي مع بعض، طلعت لنا القشطه العلب بالعسل الاسود، طعمها حلو جدا. ف بصراحه يا دودو انا هكمل فكرتك وهعملها. تمام، عشان لونها عجبني قوي بصراحه، لونها توفي كده حلوه، غير لو حطينا بس يعني هزود كده شويه، نعمل جزء هنا وجزء تاني على الكيكه التانيه. يبقى عندنا كذا كوبش او كذا شكل، بس دايما نحط يعني مش كتير، يعني معلقه واحده كده، ما نكترش بقى قوي عشان ما تغمقهاش قوي، يعني تدينا اللون الحلو من غير ما تغمق. يعني على كل 3 معالق قشطه كده معلقه واحده من العسل الاسود. عشان مش فيها اي كلكعه بس. وننزل بقى، ممكن برضو نعمل حركه تانية، ننزل نعمل جزء كده وجزء كده، يعني يبقى شويه باللون ده كده وشويه بالعسل. بس هي دي قوامه حلوه، هتبقى ايه، هعرف يعني اشكل من غير العسل، ممكن يتشفط في الكيكه مش يبانش معايا، عشان كده انا شايفه فعلا بالقشطه بيديني القوام الحلو والشكل اللي باين معانا من غير ما يتسحب في الكيكة.
فخلينا بقى احسن كده. ممكن اجرب حته يعني، مش هنخسر حاجه لو جربنا حته. خلوا بالكم احنا دلوقتي في وقت برضو من السنه اللي هو دخلت الشتاء، هتلاقوا ايه اللي بيحصل بقى. بفكركم كل سنه، شوفوا بقى لي 8 سنين عماله افكركم اهو، في الوقت ده من السنه ايه اللي بيحصل؟ الجسم بيبقى عايز يتخن شويه عن العادي علشان بيبقى خلاص داخل على الشتاء، فبيظبط اموره على ان يبقى ايه عنده شويه مخزون زياده يعرف يحرق منه ويدفي نفسه. فخلوا بالكم ما ايه ما تلاقوش نفسكم اتسحبتوا كده من واحد جعان على طول وبتاع، وهتزيد كل شويه هتزيد. نحط بقى شويه من العسل الاسود تجربه كده بس. ده مفيش معالق تاني. طب معلقه معاه تليفون. طيب انا خدت واحده صغيره، ممكن برضو بصوا بقى نشوف كده مع بعض. العسل الاسود عليها كده شويه، هنشوفها هتتشفط بتهيألي، شفط من الكيك. طيب انا كان نفسي بقى الشكل ده يعني اعمل بصراحه عليه حاجه، بس هو شكلها كده اصلا حلو. كان نفسي ان انا امشي بالفستق والبندق والسمسم، امشي كده اشكال كده بالعرض بالجنب شويه. هي ممكن كده او ممكن نحط الفستق بس في النص، يعني ممكن تتقدم كده او كده. فا ايه رايكم؟ حاسه في النص هتبقى يعني تقليديه قوي، صح؟ يعني هي حلوه بس هتبقى تقليديه. ممكن نجرب اللي هي من الجنب، يعني نعمل كده وبعدين امسك مثلا جزء من السمسم. وبعدين جزء من البندق، بحيث ان تبقى كله ماشي بميله بالطريقه دي. تمام، بعدين نمشي تاني بالفستق، يبقى كله واخد ميله ومش هيبان معانا غير لما شويه يخلصوا، هتبقوا فاهمين قصدي. تمام، نمشي تاني بالسمسم. وبعدين تاني بالبندق. شكلها بيبقى شيك قوي. نكسر تاني بالفستق. يفضل دايما يبقى فيه الوان، يعني ما يبقاش معانا مثلا لونين، يعني لون البندق والسمسم لونهم على بيج بني يبقى زي بعض. لازم بقى ايه نحط حاجه تكسر معانا زي الايه الاخضر اللي هو الفستق. هي تبان اكتر من فوق. ايوه معانا تليفون. الو الو، اهلا اهلا. الو اهلا، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا، نوروني. انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عندك كام سنه؟ 9. 9 سنين، اهلا بيك يا حبيبتي، منوراني. انا بحبك قوي يا حبيبتي. انا كمان بحبك، بتفرج عليكي كل يوم يا حبيبتي، ليه الشرف. بتحبي التزيين؟ اه. وجربتي تزيني حاجه قبل كده؟ اه. جربتي تزيني حاجه قبل كده؟ اه، ماما بتعمل كيكات وانا بزين. حبيبه قلبي، حلو ده. لو بتعرفي تعملي حاجة تعالي معايا في البرنامج تعملي حاجة، ايه رأيك؟ أنا بعرف بس أنا بعيدة. انتي ايه؟ أنا بعيدة، أنا في المنصورة. أهلا بيك يا حبيبة قلبي، أهلا بأهل المنصورة كلهم حبيبتي. قوليلي عندك أي سؤال؟
لا بس كنت عايزة أسلم عليكي. حبيبة قلبي، شكرا على المكالمة الحلوة قوي قوي دي، بجد نورتيلي الحلقة، بشكرك جدا، شكرا، مسؤولة قوي. شايفين بس كده هي بتاخد شوية وقت، لكن أتمنى يكون باين شكلها. بس ونقفلها تاني هنا بقى بالفوزة زي ما ابتديناها في الطرف التاني الأولاني اللي احنا ابتدينا فيه، بس كده. يعني أتمنى تكون باينة لكم. طيب احنا معانا تليفون. ألو ألو، أهلا أهلا، عاملة ايه؟ أهلا وسهلا. أنا والله بحبك أوي والله حبيبتي، تسلميلي يا رب. ممكن أبعت هدية؟ طبعا اتفضلي. ببعت هدية لجوزي عيد ميلاده إن شاء الله بكرة، بقول له كل سنة وأنت طيب وعبال 100 سنة، وربنا يديمك في حياتي كده على طول أنت وولادي. حبيبتي ربنا يخليهولك يا رب ان شاء الله. نعم حبيبتي، بصوا الكيكه اهي كده واخده شكل الماربل من جوه، بس قبل ما ازينها قلت اقطعها لكم هتشوفوها. تمام نكمل بقى تزيين، نحط بقى هنا على دي ايه، نحط عليها قشطه من فوق من غير بقى عشان يبقوا مختلفين بس عن بعض، ونفرق طبقه مش تخينه، يعني احنا مش عايزين طبقه تخينه، انا عايزه بس طبقه تمسك معايا، لو هنزين عليها برضو بالمكسرات او حاجة تبقى ايه تمسك لي المكسرات على الوش، وهو بحاجات مختلفة. يعني احنا دايما بنزين بالكريمة، يعني المرة دي بقى ايه، لا بالقشطة وبالعسل، يعني حاجات مختلفة خالص خالص عن الايه التقليدي، تغيير. تمام نبتدي بقى ان احنا نحط في النص مثلا هنا البندق، ممكن بقى نطلع بسيور بقى كده، مش لازم كله نلف بقى دوريات، ممكن نطلع مثلا كده، خلاص ونقسم بقى نعمل لها، هنعمل لها تقسيمة كمان هتبقى أحلى، ونحط ما بينهم السمسم بقى بس كده، تبقى شكل برضو ايه برضو كل حد حسب الرغبة، يعني كل مرة بحاول اعمل اشكال مختلفة عشان ما نقعدش نعيد نزيد في نفس الشكل، دايما ادي افكار مختلفة وكل واحد يلاقي نفسه بشكل مختلف في حاجة، يعني حسب ما تحبه دايما دايما دايما. خلاص هنا بقى شوية السمسم، وكده نعتبر ان احنا خلصنا الشكل ده. اتمنى يا رب، حتى احطها بس قدامكم هنا عشان تشوفوا، معايا تليفون لسه؟ معايا تليفون. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ازيك ازيك؟ الخط، معلش حاولي تكلمينا تاني يا حبيبتي. طيب احنا كده خلصنا، بتمنى يا رب الكيكتين يكونوا عجبوكم، اشكال بسيطة قوي قوي وتزيين بسيط جدا، شوية مكسرات شوية قشطة شوية حركات عسل، مش حاجة خالص. يا رب يكونوا عجبوكم. هنروح بقى الفاصل وان شاء الله هنكمل بعد الفاصل بقى بحلقات تزيين اصعب شويتين بعد الفاصل.
متواصل زي ما انتم شايفين. معايا شيرين، ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. تمام الحمد لله، منوراني. بنورك والله، ربنا يخليكي. انت عامله شغل جميل قوي قوي قوي. انا شايفه تورت مختلفه، عامله 1 2 3 تورت تخلى بيهم، والرابعه قدامنا علشان تشتغل عليهم. تسلم ايديكي مبدئيا. تسلم يا رب، ربنا يخليكي. انت بقالك في شغل التزيين او عجينه السكر بقالك قد ايه؟ 4 سنين. 4 سنين، تمام. ايه اللي شجعك او ايه اللي خلاكي طب انا عايزه اشتغل في عجينه السكر او في التزيين، او ايه اللي حببني في الموضوع؟ حضرتك بصراحه وولادي بقى. أوكي. يعني ولادي هم، بناتي هم اللي شجعوني بصراحه ان انا اعمل حاجه زي كده. دايما دايما بتبتدي بالولاد، لان دايما الولاد بيبقوا عايزين لاعياد ميلادهم، ودايما بنلاقي نفسنا. انا جربت فيهم في الاول بصراحه، بعد كده كملت الحمد لله. الحمد لله يا حبيبتي. انت النهارده في تورته شكل اللي هو الباستا فلورا، تمام، اللي هي بتبقى بالمربى من جوه عشان محدش يفتكرها لحمه. شكلها عمرها حته لحمه كده. لا، هي باستا فلورا، يعني الحلو اللي هو بيبقى محشي مربى. مربى، تمام. عندنا كمان هنا في تورته شبه الحاجات البحريه هنا، جميله وسهله قوي اللي محطوطه هنا دي، عشان نجيب عليها بالظبط. شايفين الجمال والشياكه، ورقيقه جدا. تسلم ايدك. تسلمي يا رب. وعندنا تورته ثانيه هنا مربعه كبيره، حاجات كلها مناسبه جدا لاعياد الميلاد، مكتوب عليها الكسندريا. ده كنت هتعملي الحصن؟ لا، انا عملتهم قبل كده فعلا. جميل قوي قوي. الله يخليك. تسلم ايدك. تسلم يا رب. تمام، اشرحي لنا بقى، يعني انت عايزه تورينا طبعا شكل اللي هو ماشي بميله دوت، تمام، والالوان اللي عليه، تمام. اتفضلي. بالنسبه للكيك احنا بنخبز 2 فوق بعض، وبنقطع الثانيه بالورق، واللي فوق يعني بنشيل مكانها وندخلها مكانها، تمام. بس عشان نبقى شايفين والدنيا تبقى واضحه، هنعمل ايه؟ احنا بنجيب الكيكه وبتتقطع بورب، ماشي. هنلف كده بس الكاميرا، خليكم معايا بقى، ما تغيروش الكاميرا كده، ماشي. ماشيه بورب، قطعتها بورب كده بالظبط، وبعدين ركبت الكيكه الثانيه فوقيها وبرده قطعتها من فوق عكس. بعكسي وورب، بس عشان نبقى فاهمين ليه هي جايه وورب وهنا بورب، تمام. يعني هما كيكتين عاديين جدا محطوطين فوق بعض، بس كل واحده متشال حته من فوق بطريقه وورب، تمام. طيب هتكملي بقى اشرحي. تمام، احنا عملنا اللون البحر بالديجراديل، لون الجل الازرق، بنخففه بشويه ميه، تمام. وباي سبونج عندنا في البيت في اي مكان بندرج من تحت لفوق. الوان عامله ازاي؟ غاصت جوه الجل بالظبط. تمام تمام، فاحنا بندرج من تحت لفوق لحد ما يدينا الديجراديل بتاع اللون نفسه. خلاص، يبقى الجل اتفتح، اللون الازرق للجل اتفتح بشويه ميه، وابتدت تشتغل بيه بسبونجة فتحته لفوق، تمام. بعد كده، بعد كده اللي هو حصان البحر ده انا عملته بالعجينة السكر، حطيت عليها سي ام سي واشتغلت عليه بالادوات، وبعد كده لما نشف ضللته بالالوان الجل. انتي من اسكندريه؟ اه، نشف على طول. اسكندريه. اسكندريه المكتبه والكوميديا. ايوه هي كل حاجه اسكندريه فعلا. انا خدت بالي دلوقتي، اتاكدت دلوقتي. فعلا يا عمتي، اهل اسكندريه عزاز على قلبي جدا جدا. تسلم يا رب، ربنا يخليك يا رب. كمل. وبالنسبه لموج البحر ده انا عملته بالجام بيست، تمام تمام، بالادوات دي فردتها واشتغلت ان انا اعمل كده اعمل كده بيها، وبعد كده بالدست برضو الازرق بالدجرة دي برضو بنفس الاسبونج رحت مدرجاها من تحت لفوق، تمام. بس وسبتها على اي حاجه كيرفي كده بحيث ان هي تاخد شكل، الشكل هي نص ساعه او ساعه بالكتير على حسب الجو بتنشف، تمام. دي هتتركب بقى، انت ابتدي ركبي، شكلها حلو قوي شكل الموج ده. عايزه شويه ميه بس صغيره. شويه ميه اجيب لك حالا في لحظه. اتفضلي. وازرق عشان يبقى على لون الموم. تمام. بعد طبعا ما بتلونوا بقى الطرف. بالظبط كده. بس اوكي، كذا واحده جنب بعض بتدي كذا موجه. دي من الناحيه الثانيه بقى، عشان دي من الناحيه دي ودي. حلو.
بتدي فعلا شكل حركة كده. بالظبط. تمام. بعد كده بقى نجوم برضو بالجامبست والدست اللي بصوا عاملة النجوم ازاي. حطي ايدي جوز قدام شوية عشان الكاميرا. بصوا حاطة عاملة النجمة عادي بقطعها وبعدين عاملة عليها كور وتروحي نغزاها صح كل كور. بالظبط. حلو كده. بالظبط كده. تمام. وبالنسبة للشعب اللي هي محطوطة عليها الحصان بنجيب العصاية الشيش طاووق أو أي حاجة عندنا تمام، والواير ده بنلف عليه ونطلع بقى بزي شكل عشوائي جدا، هي الشعب شكلها عشوائي جدا عشان تدينا الشكل اللي هو بالظبط كده. تمام حلو قوي. تمام. وانت عامله الكور اللي هي بتاعت اللؤلؤ تشوفوا عشان بالدست معموله بالدست اللي هو اللي بيلمع ده مديها شكل جميل قوي. انا بعشق اساسا اللون ده. بصي اديني دي كده. بصوا لما احط دي بقى هنا تحفه فظيعه صح. شويه حركات كده تدي شيكه فظيعه. فاكره لما فتحت على الشاشه القوقعه وطلعت اللؤلؤ الطبيعي؟ جميل ما شاء الله. انا من يومها ناس عم تقعد تسالني انت جبتيها منين؟ من قبرص يا جماعه، من قبرص. فعلا قبرص فيها كميه قواقع ما بتقدرش تروح هناك، كل قوقعه تتفتح تطلع لؤلؤ، في بتطلع لؤلؤتين كمان فظيعه. هي جميله بصراحه. سبحان الله يعني بجد حاجه رائعه. البحر يعني ما شاء الله مصدقه حاجه. وتلاقي اللؤلؤ كل لؤلؤ ليها اللون. يعني لون الروز ليه معنى، لون المزرق شويه ليه معنى، لون الابيض ليه معنى، كل واحده ليها لون. سبحان الله سبحان الله بجد سبحان الله. تمام. بس كده دي الاسبونشا اللي احنا بنوزع عليها يعني بتاعت الميك اب فعلا بنقصها وبنشتغل عليها. تمام. بس وفي كمان حتى سكر اللي هو اللي بيلمع ده اللي هو فيه جليتر. ده بيدي برضو بيدي لون احساس البحر كده، درجات الالوان كلها. تمام. احنا كده فهمنا التورته ديت. التورته دي بقى انا شايفه برضو انها سهله وبسيطه جدا، محتاجه بس نفهم تكنيكات وقفه العواميد بتاعه الحصن او الكوبري ده. الكوبري ما فيهوش حاجه، هو فل او فلين او انت عايزه تعمليه بالجامبست وينشف برضو مفيش اي مشكله. وبنرشقه في الفل بالعصايه الشيش طاووق دي اللي هي الخشب. تحفه. شايفين الكوبري فعلا عاملاه تحفه، والمكتبه تحفه يعني فعلا جميل قوي قوي. تسلمي فعلا. تسلم ايدك. حاجات بسيطه كده بس فعلا تفرح كده. تمام. نروح بقى لدي علشان ايه نبقى فاهمين برضو الكوبايه دي علقتيها ازاي. علقتها بشاليمو او سترو عندك اي حاجه، وبنحطها برضو في عصايه من جوه، وبالميله بتاعتها بنلزقها في اي كب عندك. تمام. بس لازم يكون الكب خفيف عشان ما تاخدهاش وتقع. تمام. تسلم ايدك نورتينا. انت اسمك ايه على فيسبوك؟ بانوفي. بانوفي. بانوفي اللي هو زي تارتر بانوفي اللي هو اللي بالموز كده جميل. الموز والتوفي. ايوه. اسم جميل قوي وشيك قوي. انا هنزله على انستجرام عندي ان شاء الله على الفيسبوك. ربنا يخليك. عايز تقولي اي حاجه قبل ما نختم؟ عايزه اشكر امي، اقول لها ربنا يخليكي ليا، وبابايا اللي انا مطلعه عينه دايما ربنا يخليه، وبناتي طبعا هم بيحبوكي جدا جيهان وكنزي حبايبي، وجوزي طبعا ربنا يخليه لي يعني ما تحرمش منه ابدا يعني. ربنا يخليكم لبعض كلكم يا رب. امين يا حبيبتي. ربنا يخليك. نورتيني وشكرا عشان جيتي. ميرسي جدا. وربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبتي ميرسي خالص. ده اهل اسكندريه هيبسطوا قوي ان هم يكلموك عشان يطلبوا منك حاجات دايما، بالذات لما انزل مثلا اقول شرايح الخبز المشبعه ولا اقول حاجه على طول اهل اسكندريه، طب وفي اسكندريه هنلاقيها فين؟ على طول الناس يطلعوا لي ويقولوا لي احنا طب نلاقيكي فين؟ احنا بنحبك بصراحه جدا. حبيبتي ده ليا شرف والله بجد قوي قوي قوي. الله يخليك. شكرا يا رب. ربنا يخليكي. احنا بقى بس قبل ما نروح الفاصل انا عايزه اوريكم الكيكه في الفرن نفخت معانا. بصوا شكلها عامل ازاي الكيكه اللي احنا عملناها بالحلاوه الطحينيه. بصوا شكلها اهي في الفرن. طب حضرتك تعالي كده عشان يجيبوا الكاميرا اللي على الجنب بس نوريها قبل ما نروح الفاصل. لو تشوفوها شايفينها ولا افتح الفرن؟ هفتح بقى يعني اهو. شوفوا شايفين نفخت ازاي ما شاء الله. هتجربوا بخله اسنان تشوفوا، او بعود شيش طاووق بتشوفوا اذا كانت مستويه بس من جوه ولا لا. وزي ما قلت خلوها على نار هاديه عشان دي تقيله شويه تاخد وقتها ما تتحرقش من بره. تمام. لو اتحرقت من بره فويل غطوها وبرده حطوها على حاجه عشان تاخد راحتها اكتر ما تتحرقش بسرعه. نورتيني يا حبيبه قلبي. شكرا لك. ميرسي جدا. ميرسي لحضرتك. هنروح هنا الفاصل ونرجع نكمل مع بعض. مستنيه مكالماتكم بعد الفاصل ان شاء الله.
اهلا بيكم معايا من الفاصل، وللناس اللي حابه تخش بقى تشوف الكواليس عامله ازاي تخش عندي على الستوريز، هتلاقي ان انا يعني بالظبط من نص دقيقه مصوره كل اللي بيحصل هنا. كل اللي ورا الكاميرات لو حابين تشوفوه، واللي قاعد فوق كده اللي منورني فوق ده. كلهم متصورين عندي على الانستجرام، على الستوريز وعلى الفيسبوك هتلاقوه برضو، يعني للي حابب يعرف كده الدنيا عامله ازاي. المهم يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم. كانت حلقه تزيين من الحلقات اللي كانت رايقه قوي بالنسبه لي النهارده. عملنا مع بعض كيكه الحلاوه الطحينيه وزيناها بشكلين، شكل مدور او شكل المتيول، في التصوير حلوه جدا، مش عارفه على الشاشه طالعه حلوه زي التصوير ولا لا. هنزل الصور ان شاء الله وهتبين برضو في الستوريز، باينه انا منزله صوره على الستوريز برضو هتشوفوها ان شاء الله. بشكر شيرين جدا عشان جت من اسكندريه ومنورتنا في الحلقه، واشوفكم يا رب دايما على خير باذن الله في حلقات جديده. ولو عندكم اي اسئله او اي حاجه دايما بيج سفره سالي والبيج بتاعي اللي هو سالي فؤاد، دايما 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 بنجاوب على الاسئله كلها ان شاء الله. اي حد عنده اي سؤال يسال عليهم دايما على الاثنين بيجز دول. في حاجه بقى مهمه انا عايزه اقولها قبل ما اروح يعني نختم الحلقه، وهو ان شاء الله البازار الثاني ليا اللي هو ساليو بازار. البازار ده هدفه ان احنا بنساعد، او ان انا بساعد المشاريع الصغيره، زي مثلا مشروع هاند ميد، مثلا حاجه معينه يدوي، شنط، اي حاجات يدويه بتعملوها جميله، ما عندكوش محلات، هتبقى فرصه حلوه جدا انكم تعرضوا في المعرض دوت، وحلو قوي ان الناس تشوف شغلكم، فهي فرصه انتشار حلوه بحاول ان انا اقدمها عن طريق المعرض دوت، بحيث ان ايه يبان شغلكم اكتر. هو بس للاسف المعرض دوت فرصه محدوده، يعني المكان اللي احنا حجزناه الاماكن بتاعته بالاولويه، يعني باولويه الحجز، تمام؟ فاحنا لغايه دلوقتي ما شاء الله اتاخد اماكن كتير، فاضل قليل. فانا بس بقول الكلام ده للناس اللي حابه فعلا مشروعها يبان. ما شاء الله البازار الاولاني كان جميل جدا بشكل رهيب، شفت كميه شغل رائع، اتعلمت فيه انا شخصيا حاجات جميله قوي 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 قوي، وان شاء الله من اول بازار ده طلعت بحاجه جميله قوي وهتعرفوا عنها قريب، يعني بجد حاجه عجباني قوي وان شاء الله هتعجبكم وهتفرحوا بيها جدا ان شاء الله. حاجه صغننه بس ان شاء الله يعني حاجه جديده مختلفه، فكل مره يبقى في حاجه جديده ونتعلم حاجه جديده ونعرف بعض ونتعلم ونشوف كل ده. فان شاء الله في البازار دوت هيتعمل في جزيره بلازا في الشيخ زايد. احنا المره اللي فاتت اول مره كان في الساحل عشان موسم الساحل، لكن مش كل الناس قدرت تروح. المره دي هيبقى في الشيخ زايد، فكل مره يبقى في مكان مختلف. البيانات ان شاء الله موجوده كلها على الانستجرام وعلى الفيسبوك، دايما بنزلها للي حابب يحجز او يكون موجود معانا، مش لازم يحجز يكون موجود معانا، وانا بروح بنفسي طبعا. اشوفكم يا رب دايما على خير ان شاء الله، ويكون يوم 10 ويوم 11 الشهر ده، اكتوبر 10 و11 اكتوبر ان شاء الله. اشوفكم على خير يا رب دايما، يا رب اكون دايما بفيدكم سواء بوصفات او نصايح او اي حاجه، يا رب اشوفكم يا رب على خير ان شاء الله. يلا باي باي.